التخطيط لتكوين أسرة هو عبارة عن رحلة جميلة، ولكن عندما تعاني أنت أو شريكك من أحد أمراض الروماتيزم فالرحلة تكون صعبة، سيما إذا كنت بمفردك. سواء كنت ترغبين في تكوين أسرة أو لديك أسئلة حول الحمل، فستحتاجين بالتأكيد إلى دعم. طبيب الروماتيزم وطبيب النساء والولادة هما فريق واحد يعملون من أجلك. الحمل الآمن والناجح ممكن لمعظم النساء اللواتي يعانين من أمراض الروماتيزم. طبيب الروماتيزم الخاص بك هو المسؤول لإجابتك عن الأسئلة الخاصة بإمكانية الحمل وتأثير المرض في مراحل الحمل المختلفة والتأثيرات الجانبية للأدوية أثناء الحمل، وأخيراً الاستفسارات بشأن مرحلتي الولادة والرضاعة. سيدعمك فريق الأطباء في التغلب على التحديات التي ترافقك قبل الحمل وأثناءه وخلال فترة الأمومة. ليس عليك أن تفعلي ذلك بمفردك، فهم موجودون لدعم رحلتك في الحمل.